كبيرة على الأبسطة الخضراء في ملعبنا. كرة موجود، القنبر راح، زيد يا زيد، جول يا قنبر. القطار يريد أن يصل إلى الفينال. الهداف يرفع صورة الهداف. زيد لم ينسى أحمد دراغمي حاضرا هنا في ملعب المباراة بصورته وبروحه. برافو يا زيد. القنبر يمنح المكبر التقدم. سلام عليك يا بطل، عليك يا شهيد، يا شهيد فلسطين. المكبر يوقع الآن على أول الأهداف في مرمى العنابي. صاروا خمسة يا زيد. زيد القنبر صار هداف للبطولة. شهاب اللي هي انفلاتة رائعة من زيد القنبر، وبقدم اليسرى ضرب مرمى العنابي في مقتل كروي. نقول بعد هذا الصمود الكبير والفرص المهدرة من الفريقين، يسجل زيد القنبر أخيرا في هذا اللقاء أول أهداف المواجهة، خامس الأهداف بالنسبة لديه على مستوى بطولة كأس الشهيد أبو عمار. كرة موجودة في الطرف الأيمن هنا من خلال وليد. يا سلام على زيد. أي ذكاء ميداني لزيد القنبر اللي راوغ وكان قريب. هات اللقطة على زيد وشهاب، من سيصوب؟ يبدو أن شهاب قال لزيد اذهب. رائع يا شهاب، رائع يا زيد، رائع يا قنبر. في لعبة ماضية عرقلة من براخ الروب على زيد القنبر، وبنالتي وركلة جزاء تمنح للمكبر، ربما تنتهي معها قصة هذه المباراة. القطار الآن، زيد على مرمى براء، زيد جول المكبر. المكبر لحظيا في نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي. تبديلات سمير عيسى، غنية من خلال سامح ورامي، والهدف يأتي. لقطة روعة اليوم. شهاب وبهاء القادة قدموا الكرة للشاب للأولمبي الواعد القادم الواثق. زيد القنبر يوقع على هدف رقم 24 في مسيرته، رقم 6 في النسخة من هذه البطولة الحالية. قر للإتيان بركلة جزائية. كرة موجودة على اليحيى، على فريق العنابي أن يخرج.